اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء وتحديدا من ساحه الشراغله. كنا الاتجاه من شباته وحنا هابطين. حنا دابا في ساحه الشراغله احد اهم الاحياء بمدينه الدار البيضاء او منطقه درب السلطان بمدينه الدار البيضاء. نتمنى يا ربي تكونوا بحسن الاحوال. كي كتعرفوا في اجواء وكي كتشوفوا بليطو اجواء مثيره من قلب درب السلطان احد اكبر الاحياء بمدينه الدار البيضاء واصغرها واعرقها تاريخيا. نتمنى يا ربي تكونوا على خير. مرحبا بتعليقاتكم باش نقدروا نتفاعلوا معكم على هذه الجوله المسائيه اللي غادي ندردشوا فيها على واحد القضيه اللي اليوم او هذه الليله تحديدا كاين ليله امتحان البكالوريا. امتحان البكالوريا كلكم كتعرفوا انه امتحان مصيري او هو داك الساروت اللي كيوصلنا لما بعد البكالوريا، افاق ما بعد البكالوريا. فالبكالوريا واحد المرحلة انتقالية في حياة كل طالب، فكتكون كتقرا ميم كاترياماني ميم سيزيام سادس كاع الامتحانات الإشهادية اللي كدوز يقدروا يكونوا عاديين، ولكن البكالوريا عندها واحد الهيبة خاصة. نتمناو إن شاء الله التوفيق، التوفيق إن شاء الله للوليدات اللي غيدوزوا الباك غدا، وخاصة الأدبيين اللي هما على موعد مع الامتحان في زمن الكورونا. امتحان بنكهة أو بطعم مميز، لأنه فاش كتسمع امتحان زمن الكورونا فيمكن تكون هو شوف العامل النفساني ولا الرهبة ديال البكالوريا كتكون عند كلشي، ولكن هذا العام بطعم الكورونا. نتمناو إن شاء الله يكون الخير، نتمناو يا ربي يا ربي الامتحان يكون في المتناول لجميع الطلبة، لأنه شوف الباك فرحته بوحدة وفرحة الوالدين والأميمة بوحدها، لأنه أنت كتنجح كدير اللي عليك ولكن كتبغي تفرح والديك والناس اللي كيبغيك والناس اللي كي شوف كنقرا لي كومونتير ذكرياتكم مع الباك. حنا اليوم بغينا نهضروا على واحد الامتحان مصيري، وشوفوا تيبقى امتحان بحال كاع الامتحانات ولكن عنده واحد الطعم، لانه امتحان مهم. كذا ما تقولش عندك الباك خديتي الباك، يعني واحد لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. صافي والله زعما الباك ذكريات زوينه معاه، واحد المرحله اللي مهمه. نتمنوا يا ربي تفرح الوليدات ويكون الامتحان في المتناول، في المتناول. انت قرا لي كومونتير ديالكم كضحكوني، لانه كاين اللي كيقول لك فاش كنضحك كتقدر. احنا اليوم كندرسوا كندعيو مع الطلبه ديال البكالوريا انه ربي يفتح وينور بصيرتهم في الامتحان، الله يثبتهم عند السؤال ان شاء الله ويلهمهم الاجابه الصحيحه، لانه امتحان مصيري وكيبدل حياه الانسان. الله يسخر النجاح ان شاء الله، اللهم امين. الله يفرح الوليدات، لهلي يعصب شي تلميذ، لانه غدا ان شاء الله غادي يبداو بالعربيه بالنسبه للادبيين الساعه الاولى امتحان، وفي العشيه غادي ندوزو جو بونس لونجلي. الناس اللي معانا يقول لنا يا رب توفق جميع الممتحنين يا رب، منهم ابنتي الله يفرح لالا فتيحه، الله يفرح لبنيتها ان شاء الله علاء في ايام بئر انجران. معايا حمزه تيقول لي ايام بئر انجران الثانويه اللي خديت منها البكالوريا ديالي، ف بئر انجران خديت فيها ماشي الباك ليبر، الباك الاول ديالي خديته من بئر انجران، والباك ليبر خديته من بنشيك واخيرا، والباك الاول ديالي انا خديته من بئر انجران من درب السلطان نيت من هذه المنطقه اللي حنا فيها في لايف. الثانويه امتحان الباك واحد الامتحان اللي كيبقى غابي في لا ميموار. نتمنوا يا ربي تفرح الوليدات وتجعل اسئله الامتحان بردا وسلاما عليهم يا ربي. كلكم عارفين داك الصباح اللي كتاكل فيه الزبيب والتمر على اساس انه الا فطرتي مزيان راه غادي تدوز الامتحان مزيان. كنا عندنا ذكريات مع الامتحانات. نقرا لي كومونتير ديالكم. الامتحان في زمن الكورونا الله يجعله ان شاء الله في الخير على الوليدات ويدوز الامور على خير ان شاء الله، وخاصه انه غدا الادبيين على موعد مع اللغه العربيه، امتحان اللغه العربيه في الساعات الاولى من غدا ان شاء الله، بما ان العلميين غيبداو ليزيكزام ديالهم من الاثنين ابتداء من يوم الاثنين، غادي ندوزو العلميين المواد. واكيد فاكيد انا كيتوقفني الزميل ديالي تيقول لي راه فالامتحان في زمن الكورونا غادي يبقى غافي في لا ميموار، غتهضر مع تقول انا خديت الباك ديال الكورونا. يمكن حتى شي حد فينا ما عاش هذا الحدث، الناس اللي خداو لي باشو ديال القدام يمكن ما عاشوش هذه القضيه، ولكن زوينه انك تقول لوليداتك انا الباك ديالي باك في زمن الكورونا. فنتمناو يا ربي يكون الخير وتكون
الامتحان يدوز ان شاء الله كيف ما كيتمناو الوليدات. المعين شكرا خويا المرضيع عبد الكريم، مرضيع عبد الكريم. شنو غادي نقول شي كومونتير اخرى؟ شكرا الرجوي المغربي المغترب، شكرا لك اخويا الله يعطيك الخير. نوفل تحيه لك اخويا. حمزه تيقول لي نسيتينا صاحبي، صديق الطفوله صديق الدراسه، الله يوفقك يا ربي. جعفر الرحموني تحيه لك اخويا. حنان الله يكبر بك اختي حنان بقات امينه عبد الحق اخويا امين البكالوريا. نقرا مثلا نور القادري كتقول البكالوريا في 1983 بامتياز، نور الفتح ثانويات مولاي اسماعيل، الله يوفق الجميع. الناس اللي عندهم الباك فاش من عام خداو الباك، شنو ذكرياتكم مع الامتحان؟ نقرا تحياتي خويا علاء من بلجيكا، تحيه ليك محمد ليك. فتيحه حموشي خويا علاء تحياتي، شكرا ليك لاله فتيحه. يا ربي يا ربي تسدد الجميع وتنجح الجميع يا ربي البركاويه، ان شاء الله يكون غير الخير. سمهان كتقول يا شيماء بنتي دعيو معاها يا ربي تنجح وتنجح جميع الوليدات يا ربي، الله يفرح كاع الوليدات يا ربي يا ربي يا ربي تفرح كاع. خويا علاء ولفناك الله يسخر لك، شكرا لاله فتيحه الله يعطيك الخير. فاطمة علاء مالك فرحان؟ فرحان اخويا لانه اختي، فرحان لانه اليوم ليلة مميزة كنسترجعوا فيها ذكريات البكالوريا وكنديو مع الوليدات، الله يفرحهم والله يجعل اسئلة الامتحان بردا وسلاما عليهم يا ربي. تحياتي اخويا من بلجيكا، شكرا محمد ليك. تحياتي انا معنا محمد سنوف، تحياتي انا مدير مؤسسه تعليميه بمدينه بوزنيقه، بالتوفيق والنجاح للجميع. اللهم امين يا سيدي محمد، الله يجعل اجيال الامتحان ان شاء الله. انا اللي كنقول للوليدات انهم ما يتخلعوش امتحان بحال باقي الامتحانات ان شاء الله، لنا يمكن الوزاره الوصيه سهلات الامر اكثر، لانه كان التعليم عن بعد، كان ان الوليدات مثلا مو التعليم عن بعد يقدر يخلق واحد راه كان ما كانش في ليكور ما كانش، ولكن ما تنساوش انه هذا العام كاين تحديد الدروس، فهذا امتياز اللي ما امتازوش به الطلبه اللي كانوا من قبل. يمكن حنا في الباسك باك ديالنا كنا راه الباك الاول للاول الثاني ديالي، فكنا كنحفظوا كل شيء وكنشوفوا شنو غادي نتلاقاو معاه في الامتحان، ولكن هاد السنه يمكن دروس محدده شيء اللي غيمنح للتلميذ او الطالب الفرصه انه يركز اكثر في مواد معينه. ان شاء الله الا دارت الماده الاولى صعيبه تعوض في الثانيه، الواحد ما يفقدش الامل وما يكون غير الخير، وان شاء الله كل شيء غيكون سهل. ومازال ان شاء الله نديروا لايفات اخرى من مور الباك ونكون كل شيء على خير. كنقدموا تحيه على لميس الغربي، تحيه لميس الغربي تحيه كبيره. حمزه خويا كيقول لي تحيه للميس الغربي، مدام الغربي واحد البروف كتقري لونجلي في ثانويه تبير انزران، استاذه اللي كانت مثابه الام، فمزيان انه يبقاو علاقاتنا مع اساتذتنا الزوينين، فالاساتذه ديالنا هما الثانيه فالمدرسه راه ما شاء الله. شكرا خويا حمزه. نقرا الكومونتير ديال عز الدين كيقول لي انا خديت الباك في 2019 تبارك الله على السي علي. شكرا سعيد ممكن، شكرا لك اخويا خالد النزاري بالتوفيق والنجاح. عز الدين ملالي تحيه لك اخويا، واخا زعما ما فهمتش الكومونتير ديالك. الله عليك علاء، الله يوفق جميع الطلبه امين يا ربي، توفيق لجميع التلاميذ والنجاح ان شاء الله. الله يسهل على الجميع يا ربي امين، الله يفرحنا ويفرح جميع الطلبه ان شاء الله، ويجعل أسئلة الامتحان بردا وسلاما عليهم يا ربي وعلى كافة المسلمين. واحد الامتحان مصيري أو انتقالي حياة كل طالب. تحياتي سعيد شكرا لك اخويا، الله يعطيك الخير. انت راك في حالي، الله يكبر بك سعيد. أنا قريت اخويا الكومنتير ديالك بس تبقى على خاطرك. شكرا أيوب. النجاح للجميع أمين. سيدي العيدي فضيل العلاوي تحيه ليك، الله يوفقهم يا ربي يا ربي امين، الله يوفقهم يا ربي ويجعل اسئله الامتحان بردا وسلاما. ايوا الاخوان قربونا ذكرياتكم مع الباك واول مره تدوزوا الباك،
اول مره ندوز الباك نسيت البطاقه الوطنيه ورجعت كنجري بديك الخلعه نسيت المراجعه. احساس خيب انه نهار امتحان تنسى الكونفوكاسيون ولا تنسى البطاقه ديالك. فيا ربي لا تكتب على شي واحد. نقرا علاء واش انت داك العام نقرا شكون معنا مالونغو كيقول لي علاء واش العام اللي دولتي فيه الباك ليبر هو اللي نسيتي فيه الكونفوكاسيون تسد عليك الباب؟ لا لا خويا عرفت كشنو بغيتي تقصد، انت كتهضر على التجربه الاجتماعيه اللي درت في الباك. لا انا دابا الباك الاول ديالي دولتو عادي وحتى الثاني الحمد لله خديتو عادي، ولكن هذيك كانت غير تجربه اجتماعيه درتها يمكن من سنتين قدام لي سي ديال انني وقع لي مشكل وتسد عليا الباب من اطار برنامج التجربه الاجتماعيه او رياكسيون اللي كنت كندير. كريم الله يكبر بك اخويا كريم الحلو الله يعطيك الخير. الباك بكورونا سعيد الخلفي واخا خويا مرحبا ما يكون غير خاطرك ان شاء الله كل شيء مزيان امين اخويا مروان الله يوفق. شكرا لله هزار سلام علي معاك الزيتوني غزلان معاك الزيتوني غزلان زميلة ديالك في الدراسة في الابتدائي. تحية كبيرة ليما في اللايف بقيت شحال واحد قريب معايا. تحية كبيرة للناس اللي تعرفوني عن قرب ولا الناس اللي يلاه تنتواصل معهم عن طريق شوف تبي فتهما عائلة تانية ديالي. معاك ايوب مالونغو قريت معاك في الكاتريام تبارك الله عليك ايوب الله يوفقك الله يسهل امرك ونشوفك ان شاء الله احلى المراتب يا ربي. حياه حمزه حتى تسالي اخويا علاء وبغيت نهضر معك. مرحبا بالناس مرحبا بالناس اللي معنا في اللايف حنا راه ولينا عائله وحده ولفتكم ولفتونا فالحمد لله حنا عائله. تحيه من كندا حسناء بالحال تحيه ليك. زهير لعلاء اخويا علاء اللي معك علاش كتهضر شنو الموضوع؟ تنهضروا على ليله البكالوريا شنو ذكريات الناس مع الامتحان البكالوريا وهذا الامتحان المميز اللي كيبقى راسخ في الاذهان لانه امتحان مصيري في حياه كل طالب. ردوا السلام. شكون عبد النور الدخيسي تحيه لك اخويا عبد النور نسيت ما نسيت حتى خرجت ودخلت انا نسيت ما نسيت حتى دخلت وخرجت عز الدين اخويا ما عرفتش الكومونتير ديالك. سلام صح حبيبي. ان شاء الله ما يكون غير الخير يا ربي امين يا ربي امين. سيد عيوان عندي امتحان نهار اثنين الله يفرحك اخويا اشرف الله يجعل ان شاء الله ايام الامتحان تكون باردا وسلاما عليك يا ربي امين. تا انا قريت معاك في بيرانز انا كان جود تايم. تحيه ليك اخويا ولا اختي ما عرفتش نقرا الكومونتير ديالك. من جديده وكيل عقاري بالجديده تحيه ليك على تفاعلك معنا. ولي اخوان شنو ذكرياتكم مع الباك؟ عاودوا لنا كيفاش دولتوا النهار الاول في الامتحان. سيد عيوا انا عندي امتحان نهار اثنين الله يفرحك اشرف اخويا الله يفرحك يا ربي انت وجميع المسلمين ويفرح فيهم والديهم يا ربي. كبيره مصطني سيد عيوا انا عندي اكيد الناس كيدعوا مع هذا حسان الوليد اللي عنده الباك نهار اثنين وللطلبه اللي عندكم فدعوات الغريب مستجابه. دعوا من قلوبكم قد تفكروا الناس ديال الباك دعوا معاهم لانهم محتاجين الدعاء ديالكم الله يلهمهم ان شاء الله الاجابه والسداد والتوفيق يا رب. من قلوبنا كندعيو دعوه الخير للوليدات ديالنا كاملين الله يفرحهم والله يجعل اسئله الامتحان باردا وسلام. تحت لوحه الدعوه كانت كتقول لي الوالده الله يجعل اسئله الامتحان باردا وسلام عليك ان شاء الله كما جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. يمكن دعوه بسيطه ولكن انت نفسانيا فاش كتسمعها كتمشي مؤهل نفسانيا ان الامتحان يكون على خير. تحيه للناس مقاطعه سباته تحيه لهم. نسيم امير شكرا لك اخويا الله يعطيك الخير الله يرحم لك الوالدين اخويا نسيم. سيد عيوا انا علوم تجريبيه عندي وطني نهار اثنين الله يفرحك اخويا طارق. سلام خويا الغزال سيد عيوان عندي امتحان الله يسهل عليك والله يفرحكم. لاش كي تطلبوا دعاوي الخير الله يفرحهم متتبعين الاوفياء نتمنى يا ربي دعاوي الخير تبقى مع طلبة ديال البكالوريا الله يفرحهم الله يجعل اسئله الامتحان باردا وسلاما الخير. وشكرا لكم اللي تبعوا هذا اللايف
نتمنى يا ربي تكونوا دولتوا معنا وقيته زوينه. كنضرب لكم موعد جديد في لايف جديد ان شاء الله. مازال الجوله ديالنا مواصله, تبقاو على خير, وشكرا لكم على تتبعكم وتفاعلكم مع هذا اللايف. شكرا لكم. نقرا اخر كومونتير, لان تبارك الله لي كومونتير كبار او كثار. سي تحيه للناس هواره وعائله الشاهدي, تحيه للناس هواره ولا فامي الشاهدي. سيدي نتمنى تكونوا على خير. شكرا بزاف, الله يوفق الجميع يا ربي, والله يجعل اسئله الامتحان بردا وسلاما على جميع الطلبه, موفقين ان شاء الله. شكرا لكم متابعينا الاوفياء.